بحلول شهر رمضان تقصد السيدة بشرى أخصائية التغذية لمتابعة حميتها والمحافظة على التوازن الغذائي طيلة شهر رمضان، خاصة وأنها تعاني من الوزن الزائد. أنا جيت عند مختصة فهاد شهر رمضان إن شاء الله باش نتبع حمية، باش نقص في الوزن، باش ندير في الريجيم وندير في السبور ونتبع الأخصائية باش نحيد الدهنيات والحلويات و... واش نصحتك؟ نصحتني انني ندير ريجيم، والحاجه ريجيم والسبور. الريجيم شنو فيه؟ الريجيم حيت من الحلويات والدهنيات، وناكل الخضره بزاف والفواكه بزاف. المختصون ينصحون بتتبع حمية غذائية متوازنة طيلة شهر رمضان، والابتعاد ما أمكن عن الدهنيات والسكريات، وتعويضها بالألياف الغذائية المتواجدة في الخضر والفواكه. احنا ما كيخصنا نحافظوا على التوازن ولا التغذية السليمة في هذا الشهر، خصنا كيف كنلاحظوا كنشوفوه هنا في كيبدا الاسراف، كيبدا الافراط، كيبدا الطبله كتكون خصها تكون بيان رامبلي. دونك هادو سي دي زيرور اللي كيخصنا نحاولوا نتفاداوهم ونحافظوا على التغذيه تكون مزيانه. خصنا نقصوا من الدهنيات، من السكريات فهاد الشهر اللي كيكون بلس الاسراف في التغذيه ديال هاد الانواع ديال الاكل. ضمان التوازن الغذائي رهين أيضا بشرب الماء وممارسة الرياضة، والتي يجب ألا تتجاوز الساعة والنصف خلال شهر رمضان.